ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم النهارده في فيديو جديد لابيكس ليجندز. جماعه بصوا، لحد دلوقتي مفيش اي تغييرات في اللعبه، يعني هو انا ما فتحتش حاجه جديده الصراحه، وما عملتش كلات تاني. انا بس طلعت ليفل 11، بس ما لعبتش، يعني بقالي كتير ما بلعبهاش الصراحه. فيلا نلعب سوا النهارده، وتعالوا نخش دو بقى يا شباب. بأمانة أنا مبسوط بجد إن احنا وصلنا ل 28 سبسكرايب، وإن شاء الله هنكملهم 30 الفيديو ده، و يعني هنغير اللعبة دي إن شاء الله قريب جدا، يعني كمان يومين ثلاثة. يعني برضو اكتبوا لنا لو انتوا عايزين لعبة معينة وكده، فنقدر نلعبها يعني. وقبل ما نبدأ الفيديو ده، نوصل الفيديو ده ل 10 لايك، تمام؟ انا بطلب كل مرة 10، بتجيبولي بال12 وبال14، فيعني انا مبسوط بجد. فكل اللي انا طالبه ان المرة دي 10، يعني انا مش عايز اطلب غالبا، كفاية عليا اللي فاتوا. فشكرا جدا بجد. يا شباب والله يا ابن ال حرامي حرامي. شكرا، مش عايزه. تعال بارد، يالا بتقفل الباب وراك. انت فاكرها بابجي يالا اللي عايز تخش من الشباك؟ شكلها باين ان هي عجباكو يعني. ففي ناس كتير بتقول اللعبة حلوة وكده، وبيسألوا عنها كتير وكده. ف احنا هنغير، اكيد هنغير اللعبة دي، واللعبة دي هتبقى موجودة برضو. فاللي عايز اللعبة دي تاني يكتب لي برضو في الكومنتات، او ممكن يخش يقول لي عادي يعني من صحابي وكده. خد يلا يا ابن الحقيرة، دي وقح. والله يا ابني انت، يعني انت محظوظ والله، يعني مت في حتة فيها ريسبون اصلا. يلا يا عم اتفضل ابسط يا جدعان. معلش متزعلوش مني، انا بس مش عارف اتكلم عشان تعبان الصراحة. فانا اسف ان كان صوتي واطي يعني، او مش عارف اتكلم وكده. يا ديني حطيت لك افلام رعب في كل حته لاجل قلبك ما يجمد، لكن ما فيش فايده. جبله باك. واحد تاني قشطة، ويلا بينا. ويا جماعة أنا سمعت كده شوية أخبار، يعني بتقول إن لعبة The Last of Us احتمال ما تنزلش مصر وكده. ف يعني الموضوع ده لسه متأكدش معايا، علشان أنا طالبها من محل كبير يعني. فالمحل ده المفروض إن هو لو حصل أي تغييرات هيقولي، فهو لسه ما قاليش على أي تغييرات يعني. فهي أكيد اللعبة جاية لنا يعني. فادعوا بس قولوا يا رب اللعبة تنزل، عشان اللعبة أنا متحمس لها جدا الصراحة. بصوا يا جماعة، الصراحة أنا يعني مكسل ألعب رانكد الصراحة، مش مكسل يعني، أنا مكسل أركز شوية. ف معلش سامحوني يعني، أنا ألعب عادي تري وكده، وإن شاء الله لو في فيديو جاي يعني هنلعب فيه رانكد. ركزوا حيات أمك يا جدع، عايزين نكسب الجيم ده، كنا هنكسب اللي فات. يا جدعان والله انا بقى يعني انا بحاول اجيب الحاجات اللي ما بيجيش فيها لاج، بس للاسف مع يعني لوحدها كده بلاقي فيها لاج. فهعمل ايه يعني؟ غالبا بيبقى تلات ارباع الجيم لاج اصلا. يلا يابا، ايه احنا في ايه؟ اهو يا جدعان، انا مش عارف في ايه والله، مش طبيعي يعني اللي انا فيه ده، مش طبيعي. جبلة مترجلين، اشكورها.
والله يا جدعان، انا اصلا قلت ايه يعني، بلاش نلعب حاجات شوتينج وكده عشان بتبقى صعبة في الوقت اللي انا فيه تعبان ده، فقلت العب جي تي ايه. للأسف ما يعني مش عارف ايه اللي خلاني افتح اللعبة دي العبها تاني. فان شاء الله الفيديو الجاي يا اما كول اوف ديوتي مودرن وورفير سيزون 4 بدأ فلازم نلعبه كده، يا اما كول اوف ديوتي يا اما جي تي ايه. تمام، فاستنونا الفيديو الجاي يعني ان شاء الله مفاجأة. يا جدعان انتوا مش متخيلين انا قعدت في الجيم اللي انا بفتحه ده اصلا قد ايه، غالبا قفل وفتح معايا 4 مرات بسبب النت ده. ليه كده يا شبح؟ سيب التنين في حاله. سيب المثلث في حاله. سيب التنين في حاله. How old are you? Fifteen? Thirteen. I'm 17. ايه ده انا مت؟ ايه ده؟ ده انا مت؟ يعني ايه مت يا جدعان يعني؟ اوه تسلم، ثانك يو. النت غفلني يا جدعان. اوكي you're a professional man. يا ربي ايدك تشل. Thank you my brother. I need help. Broken coast. طب احنا رجعنا لنفس المكان يا ابني. بص انت بقى، دي مساء الخير يا شباب. بتاع دي رايقة. ايه ده فعلا؟ يا راجل. ماشي 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 تمام. دي عاملة زي المكنة الـ ATM اللي في بوبجي يا جدعان. ايه ده يا جدعان، النت اتحسد يعني، ملكش معايا بقاله يجي 10 دقايق. انا تعبت والله تعبت. انا اسف ان انا اتكلمت على حضرتك في غير وجودك يا مستر ليج. خد يلا خد يلا خد يلا. استنى ده انا هظبطه بقى. استنى. اي 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 خد يلا، احلى نوك داون. خد يلا خد خد. اي عامل لي نوك داون. بس الفري فايف مي. خلص جبل. ودي 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 ادي. حاسب حاسب في صوت رجل. انا خايف عليك، انا خايف عليك يا ابني. اوه ودي تاني. الفلير بانر بتاعت الواد. يا ليه كده ليه كده؟ مالكش دعوة مالكش دعوة. وبس يا جدعان كده خلصنا الفيديو، وانا اسف مرة تانية ان انا تعبان شوية بس، فمش عارف اظبط الدنيا خالص في الفيديو، فسامحوني ان كان صوتي واطي او حاجة زي كده، بس ما علينا. وبس كده جم زاوية. ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا ان احنا ننزل لعب جديدة الفترة الجاية ان شاء الله. و30 سبسكرايب على ابواب يا جدعان، فيلا شدوا حيلكوا و
سلام يا جمزاوية.